أهلا بيكم الأخوة والأخوات، الأخت أمنة، نجوى، والأخ نايف وشهد. أهلا بيكم جميعا في اللقاء الحي العاشر، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في الحلقة رقم 20 بعنوان التنبؤ بالطلب. وكالعادة هننتظر دقائق معدودة لحين اكتمال دخول باقي الأخوة والأخوات، ولو لكم أي سؤال أو أي استفسار تفضلوا. لو حد ليه سؤال معين أو استفسار ما على ما نبدأ اللقاء الحي في أي جزء من أجزاء المحاضرة يتفضل. عفوا يا أخ عبد الله. طيب الحمد لله. بقية الزملاء والزميلات لو حد ليه سؤال معين أو استفسار ما. هنبدأ من الحلقة رقم 20، الحمد لله كل شيء واضح. هنبدأ من الحلقة رقم 20 وهناخد فيها زي ما هنشوف كده النهارده ان شاء الله، اللي هي طريقه التمثيل الاسي، وطبعا دي من طرق التنبؤ التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنيه. وهي قانون واحد بس ونعرفه، طبعا نعرف متغيراته معناها ايه، وصياغه القانون معناها ايه، وكيفيه تطبيق القانون. يعني اعتقد الى حد كبير اكتمل دخول الاخوه والاخوات. لا لسه والله ناس بتدخل للقاء. وعليكم السلام. ردوا على الاخت الفاضله اقول لها صفحه كام؟ احنا في الحلقه رقم 20. مفيش مشكله مفيش مشكله. والله يا اخ عبد الله انا لم اواجه مشكلات في الدخول. طيب ماشي خلاص خلاص. انا لم اواجه مشكلات في الدخول للقاء الحي. لا لسه لسه منتظرين يا اخت سمر على ما يكتمل دخول الاخوه والاخوات ونبدا في اللقاء الحي ان شاء الله. اعتقد كده خلاص يعني، اعتقد كده خلاص. نبدا بقى حضراتكم في الحلقه رقم 20، نبدا في الحلقه رقم 20 اللي هي بعنوان التنبؤ بالطلب، وتحت عنوان رئيس ألف طرق التنبؤ التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية. هناخد بقى في رقم 3 اللي هي طريقة التمهيد الأسي، وفي بعض الأحيان بيسموها الطريقة الأسية. يعاب على طريقتي المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك المرجح في الأوزان، الحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات تاريخية لفترات طويلة، ويعد ذلك عبئا كبيرا على القائمين بعملية التنبؤ. وللتغلب على هذا العيب ظهرت طريقة التمهيد الأسي. تتمثل معدل طريقة التمهيد الأسي في الآتي: ميم تاء بتساوي ميم تاء ناقص واحد زائد ألفا مضروبة في تاء تاء ناقص واحد ناقص ميم تاء ناقص واحد. طبعا أنتم عارفين من بداية التنبؤ إن ميم ترمز للمتوقع وفاء ترمز للفعل. تاني هو يا جماعه القانون، القانون ميم تاء بتساوي ميم تاء ناقص واحد زائد الفا، نفتح قوس فاء تاء ناقص واحد ناقص ميم تاء ناقص واحد، حيث ميم تاء الطلب المقدر للفتره تاء، تقول عليه المقدر او المتوقع مفيش مشكله، وميم تاء ناقص واحد الطلب المقدر للفتره السابقه للفتره تاء، وفاء تاء ناقص واحد الطلب الفعلي للفترة السابقة للفترة تاء، وألفا دي اللي هو معامل التمهيد الأسي، وتتراوح قيمة ألفا بين الصفر والواحد الصحيح.
طبعا باكد مرارا وتكرارا، اي قانون موجود عندنا نعرف صياغه القانون ونعرف معنى رموز القانون ونعرف كيفيه تطبيق القانون. طب تلاحظوا ايه يا جماعه؟ ها؟ في حد عنده اي اشكاليات؟ في حد عنده اي مشاكل؟ طيب ماشي، نلاحظ ايه حضراتكم؟ لو رجعنا للقانون كده، لو رجعنا للقانون بيقول مين تاء بتساوي؟ مين تاء ناقص واحد زائد الفا مضروبه في تاء ناقص واحد ناقص مين تاء ناقص واحد. يعني لو تاء مثلا يعني هي الفطره السادسه، يعني انا طالب الطلب المتوقع للفطره السادسه، كل البيانات هحتاجها عن تاء ناقص واحد. خلي بالكم على يسار علامه يساوي كله تاء ناقص واحد تاء ناقص واحد تاء ناقص واحد. على يسار علامه يساوي كله تاء ناقص واحد. يبقى لو طالب اللي هو التنبؤ في الفطره السادسه يعني تاء بسته، يبقى انا عاوز بيانات الخمسه. ولو طالب اللي هو مين تاء يعني المتوقع للفطره مثلا العاشره، يبقى انا عاوز بيانات التاسعه، هتبقى تاء ناقص واحد. وهكذا، يعني لو انا عاوز الطلب المتوقع للفطره 100 تاء ب 100، يبقى انا عاوز حضراتكم البيانات الخاصه بتاء ناقص واحد اللي هي 100 100 ناقص واحد اللي هي كام؟ 99. طيب تحديدا ايه؟ عشان بس برضه تركز كده في الاختبار. تحديدا ما تشغلش بالك بفاء. فاء هتكون معطى. فاء الثاني هتكون معطى. وما تشغلش بالك برضه بالفا، الفا هتكون معطى. لكن نشغل بالنا بحاجة واحدة بس اللي هي مين تاء ناقص واحد. نشغل بالنا بحاجة واحدة بس اللي هي مين تاء ناقص واحد، هي اللي هتحدد بداية الحل. يبقى أشغل بالي بالمتوقع المعطى. بالمتوقع المعطى، والمتوقع المعطى ده هيكون مين تاء ناقص واحد. يبقى ولا نشغل بالنا بالفعلي ولا نشغل بالنا بألفا، نشغل بالنا بحاجة واحدة بس اللي هي مين تاء ناقص واحد المتوقع اللي هو للفطره تاء ناقص واحد، وبطبيعه الحال هو هيكون المعطى عشان نطبق في القانون تطبيق مباشر نجيب مين تاء. طيب تعالوا بعد كده نشوف حضراتكم اللي هو المثال اللي موجود على الطريقه الاسيه او طريقه التمهيد الاسي. ما هو يا اخت حنان، طبعا لازم، بص يا اخت حنان، الفا لازم تكون معطى، الفعلي لازم يكون معطى، ولازم اديلك متوقع معطى هتبدأي منه الحل. لازم اديلك متوقع معطى تبدأي منه الحل عشان تجيب المتوقع المطلوب، زي ما هنشوف في المثال دلوقتي. ماشي، زي ما هنشوف في المثال دلوقتي. والله يا نايف انا قلت القانون اكتر من مره، لو عندكم اي اشكاليات في صياغه القانون ارجعوا للحلقات التلفزيونيه واعملوه برنت سكرين ثاني يا جماعه. هو واضح القانون. يبقى فاء هتكون معطى والفا هتكون معطى ومين تاء ناقص واحد هتكون معطى عشان اجيب مين تاء. وبالتالي انا كطالب اركز كويس جدا على ايه المتوقع المعطى، لان ده هو اللي هيحدد نقطه بدايه الايه؟ نقطه بدايه الحل، زي ما هنشوف في المثال دلوقتي حالا. طيب نروح للمثال كده. المثال هيوضح كيفيه تطبيق القانون. المثال: في مالي بيانات الطلب الفعلي بالوحدات على منتج معين لأربع فترات. هو قال لي بيانات الطلب الفعلي، يبقى كل اللي موجود في الجدول ده فاء. الفترة 1 2 3 4 والطلب الفعلي طبعا ده بالوحدات 100 120 110 90. يعني دي فاء 1 وفاء 2 وفاء 3 وفاء 4. يبقى الجدول ده المعطى هو فاء. الجدول المعطى ده إيه؟ فاء. ماشي؟ طيب. افتراض ان الفا 9 من 10، خلاص اهوت الكلام اللي انا بقوله لكم بيحصل. يعني مديني الفعلي في الجدول ومديني الفا ب 9 من 10. عيني انا بقى على المتوقع المعطى. ماشي، ايه بقى المتوقع المعطى؟ وان رقم الطلب المتوقع للفتره الاولى كان 90 وحده. رقم الطلب المتوقع للفتره الاولى 90 وحده. طبعا الطلب المتوقع للفتره الاولى اللي هو ميم واحد. الطلب المتوقع للفتره الاولى اللي هو ميم واحد. خلي بالكم. بيقول احسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة باستخدام طريقة التمهيد الأسي. بيقول احسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة باستخدام طريقة التمهيد الأسي. طيب هو أنا دلوقتي لو عاوز أحسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة، يعني عاوز ميم خمسة، يبقى محتاج بيانات الفترة كام؟ أربعة، صح كده؟ صح. يبقى أنا لو عاوز أحسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة محتاج بيانات أربعة.
طيب هل انا عندي المتوقع للفتره الرابعه؟ هل انا عندي المتوقع للفتره الرابعه؟ الاجابه لا، ما عنديش الطلب لا ما عنديش الطلب المتوقع. يا اخت حنان انا عندي الفعلي من الاولى للرابعه وعندي الفا وعندي المتوقع للاولى. تاني هو اعرفوا حدود البيانات اللي موجوده عندكم. عندي الفعلي من الاولى للرابعه في الجدول وعندي الفا وعندي المتوقع للاولى. هو طالب المتوقع للخمسه، هو طالب المتوقع للخمسه. طيب انا اسال نفسي، طب انا قلت لكم ما تشغلش بالنا ولا بالفعلي ولا بالفا، هو عاوز المتوقع للخمسه صح؟ هل عندي المتوقع للرابعه؟ الاجابه لا، فارجع اجيب المتوقع للرابعه. هل عندي المتوقع للثالثه؟ الاجابه لا، فارجع اجيب المتوقع للثالثه. اسال نفسي هل عندي المتوقع للثانيه؟ الاجابه لا، وبالتالي لازم اجيب ايوه المتوقع للثانيه. واسال نفسي بقى هل عندي المتوقع للاولى؟ نعم عندي المتوقع للاولى. يبقى انا من المتوقع للاولى هجيب المتوقع للثانيه، ومن الثانيه اجيب الثالثه، ومن الثالثه اجيب الرابعه، ومن الرابعه اجيب الخامسه. واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ لان المتوقع المعطى عندي هو للاولى. المتوقع المعطى عندي هو للاولى، وبالتالي نقطه الانطلاق في المتوقع هتكون الثانيه. وبعد ما تجيب الثانيه اجيب الثالثه، والثالثه اجيب الرابعه، والرابعه اجيب الخامسه اللي هي المطلوبه. واضح؟ طيب تعالوا بقى حضراتكم اهوت، تعالوا حضراتكم نشوف الحل للوصول للطلب المتوقع للفكره الخامسه باستخدام طريقه التمهيد الاسي. نقوم بالاتي: عاد كتابه القانون. طبيعي مين ده بتساوي مين؟ تاء ناقص واحد زائد الفا مضروبه فاء ناقص واحد ناقص ميم تاء ناقص واحد. وبعدين جاب ميم اثنين. ليه جاب ميم اثنين؟ لان عنده ميم واحد معطى. يبقى المتوقع المعطى هو الذي يحدد بداية الحل. المتوقع المعطى هو الذي يحدد بداية الحل. فجه جاب ميم اثنين لأن عنده ميم واحد. طيب ميم اثنين بتساوي ميم واحد، ميم واحد بتسعين زائد ألفا بتسعة من عشرة مضروبة فاء واحد. الفعل للفترة الأولى من الجدول مية ناقص ميم واحد بتسعين، طلع ميم اثنين تسعة وتسعين واحد. هل عندكم أي مشاكل في حساب ميم اثنين؟ بدأنا نزيد ميم اثنين لأن احنا عندنا ميم واحد، والمتوقع المعطى هو الذي يحدد بداية الحل. المتوقع المعطى أيوه طبعا طبعا يا أخ مالك، مجرد تطبيق للقانون بس. لا هو إيه؟ لا يا أخت منى، تاء وتاء ناقص واحد دي حضرتك مش حكاية تطرح، لا لا حضرتك دي رموز للفترات. يعني هو هنا بيجيب ميم اثنين يعني تاء باثنين، يبقى هيدخل في الحسابات ميم تاء ناقص واحد اللي هي ميم واحد. طيب يا اخت حسينه، معلش اذا كنت انا شايف كده النقط صح، يا اخت حسينه احنا يعني بنسحب في الاختبار، ايه المشكله حضرتك يعني؟ ما انا في الاختبار مش هقول لك هاتيلي للفتره الخامسه وانت تقعدي تحسبي الثانيه ومن الثانيه الثالثه ومن الثالثه الرابعه وتوصلي للخمسه. أنا هقول لك في الاختبار يا أخت حسينة بنعمل إيه بالظبط. يعني اعتراضك إن الاختبار سهل نصعبه مفيش مشكلة. يا أخت حسينة اعتراضك إن الاختبار سهل؟ زعلانة من الاختبار سهل؟ نخليه زي ما هو. طيب ماشي، هو الاختبار اتسلم أساسا. بالظبط يا منى، يا اخت منى ناقص واحد دي رمز يا منى مش عمليه حسابيه. ماشي ماشي يا جماعه، احنا في الاختبار بنجيب الحاجات مباشره وسهله ان شاء الله، بس دايما في الشرح بنشرع الحاجات الاصعب. ماشي، في الشرح بنشرع الحاجات الايه الاصعب، في الاختبار بنجيب حاجات سهله والله ما تقلقوش. فتاء ناقص واحد دي، تاء ناقص واحد دي رمز، ما هياش عمليه حسابيه. فالاخت مش فاكر الاخت مين اللي كانت بتسال ايا كان يعني، فهي بتقول انت ما طرحتش الواحد بيه، ما طرحتش الواحد بيه لان انا بجيب ميم تاء يبقى تاء باثنين بتساوي ميم تاء ناقص واحد. لما تاء باثنين يبقى تاء ناقص واحد اثنين ناقص واحد يعني ميم واحد، يعني ميم اثنين بتساوي ميم واحد، ولا يدخل طبعا في عمليه حسابيه. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ ترد علي واضح؟
واضح الحمد لله، واضح. طيب تعالوا نكمل. جبنا مين اثنين، هنروح نجيب مين ثلاثة. هنروح نجيب مين ثلاثة. طبعا مين ثلاثة لو احنا طبقنا بالرموز، مين ثلاثة بتساوي مين اثنين زائد ألفا مضروبة فا اثنين ناقص مين اثنين، بس كده. مين ثلاثة بتساوي مين اثنين، طب فين مين اثنين؟ ما احنا جبناها 99 زائد ألفا بتسعة من عشرة مضروبة فا اثنين من الجدول ب 120 ناقص مين اثنين ب 99 تطلع 117 وتسعة من عشرة واحدة. وبعدين من ميم ثلاثة بجيب ميم أربعة. ميم أربعة بتساوي ميم ثلاثة زائد ألفا مضروبة فا ثلاثة ناقص ميم ثلاثة. احنا اتفقنا خلاص، إذا كان المطلوب أربعة يبقى كل اللي جوه ثلاثة، إذا كان المطلوب ثلاثة يبقى كل اللي جوه اثنين، وهكذا. فميم أربعة تطلع 117 وتسعة من عشرة زائد تسعة من عشرة مضروبة في 110 ناقص 117 وتسعة من عشرة. طبعا 110 ناقص 117 وتسعة من عشرة بين أقواس، يطلع ميم 4 110 79 من 101. وآخر حاجة بقى نجيب ميم 5. طبعا ميم 5 بتساوي ميم 4 زائد ألفا مضروبة في فا 4 ناقص ميم 4، وبالتالي ميم 5 بتساوي 110 79 من 100 زائد 9 من 10 مضروبة نفتح قوس 90 ناقص 110 79 من 100 تطلع 92 و8 من 100. طيب ده يا دكتور كده في التمرين، احنا في التمرين. هل في اي مشكلة؟ ما اصل حاجة روتينية يا اخت ملكة، فانا مشيت بسرعة، حاجة روتينية فانا مشيت بسرعة، تطبيق مباشر في القانون. مين اللي حدد نقطة البداية؟ اللي حدد نقطة البداية ان انا عندي ميم واحد، وطالما يكون انا عندي ميم واحد يبقى لازم نقطة البداية ان انا احسب ميم اثنين، صح يا جماعة؟ طيب نيجي بقى حضراتكم في الاختبار نصحصح بقى، نصحصح. ده الشرح في اللقاء الحي وفي الحاجات الايه المسجله في الاختبار. هل في الاختبار بيحصل الكلام ده كله؟ طيب ماشي ماشي. هل في الاختبار الآلة الحاسبة مسموح باستخدامها؟ لا 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 لا، انا حضرتك هديك النتائج ان شاء الله مظبوطه، يعني لازم هتلاقي خيار من الأربعة إن شاء الله. لا هديك النتائج مظبوطة، يعني هتلاقي خيار من الأربعة إن شاء الله. أهو نايف، أهو نايف بيسبقني هون. ماشي يا نايف، ماشي. طيب تعالوا وقف الاختبار. طبعا في الاختبار ممكن تتسألوا في صياغة القانون، في الاختبار ممكن تسألوا في صياغة القانون، وممكن تسألوا في معنى رموز القانون، وممكن نسأل في تطبيق القانون. طيب خلي بالكم، ممكن في صياغة القانون، ممكن في معنى رموز القانون، وممكن في تطبيق القانون. طيب انت هتقول لنا كده، هات لنا هات الطلب المتوقع للفترة الخامسة ونقعد نجيب من الثانية لغاية ما نوصل للخامسة. لا، في الاختبار حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين. انا اديك المتوقع للاولى، اديك المتوقع للاولى واطلب منك المتوقع للثانية فقط، فانت تقوم بالتطبيق لمرة واحدة فقط، او اديك للفترة الاولى واطلب منك المتوقع للثالثة، يبقى انت من الاولى تجيب الثانية ومن الثانية تجيب الثالثة. يعني اقصى حاجة كم مرحلة يا جماعة؟ مرحلتين. اقصى حاجة كم مرحلة؟ مرحلتين، يا اما مرحلة واحدة فقط يا اما مرحلتين. طيب انا مش عاوز اختبار ذهنك على حاجه، يعني ليس بالضروره ان المتوقع يكون للاولى، خلي بالك، خلي بالكوا يا جماعه، ليس بالضروره ان المتوقع يكون للاولى. انا ممكن اديك المتوقع للفتره الثالثه، ممكن اديك المتوقع للفتره الثالثه واطلب منك المتوقع للرابعه، يبقى هي مره واحده فقط، او اطلب منك المتوقع للخامسه، يبقى انت من الثالثه تجيب الرابعه ومن الرابعه تجيب الخامسه. إذا ما بربكش ذهنك على حاجة معينة إن دايما المعطى هو المتوقع للأولى، لا، ممكن لأي فترة، ممكن المتوقع ده لأي فترة، بس أنت كطالب فاهم إذا اداني المتوقع للثالثة يبقى هو هيطلب يا إما الرابعة يا إما الخامسة، لو الرابعة هيبقى التطبيق مرة واحدة بس يا إما الخامسة هيبقى التطبيق مرتين. طيب تمام، شكرا ليكم. ده بالنسبة لي طريقة التمهيل الأسي. هل في اي مشاكل فيها؟
إن شاء الله ما فيش مشاكل، الحمد لله ما فيش مشاكل. شكرا لك. طيب ده بالنسبة للحلقة اللي هي الأولى في درس اليوم. تعالوا بقى نشوف، أظن بقية اللقاء الحالي هتكون نظري. أظن بقية اللقاء الحالي هتكون إيه؟ نظري. طيب إحنا فين بقى؟ نروح للحلقة رقم 22 بعنوان تخطيط الإنتاج. نروح للحلقة رقم 22 بعنوان تخطيط الإنتاج، وهي حلقة نظري بالكامل. يعني لن هو في حد بيقول، الأخت فايزة بتقول في صوت، هل حد عنده أي مشكلة في الصوت؟ نايف رد عليها بيقول نعم في صوت، وبقية الناس بيقولوا ما فيش مشكلة، ما في. طب الحمد لله، الحمد لله. يبقى الصوت، مشكلة الصوت من عندك يا أخت فايزة، واضح الصوت. شكرا ليك، شكرا ليك. ماشي. طيب نروح للحلقة رقم 22 اللي هي بعنوان تخطيط الإنتاج. الحلقة رقم 22 اللي هي بعنوان، وهي حلقة نظري بالكامل، هنظبطها مع بعض كده، وبعدين لو لكم أي أسئلة أو أي استفسارات تفضلوا فيها. الحلقة 22 تخطيط الإنتاج، مقدمة. تنطوي وظيفة إدارة الإنتاج والعمليات على ثلاثة مجموعات أساسية من الأنشطة أو الوظائف في تصميم وتشغيل ورقابة العملية التحويلية. وفي الحقيقة فإن عملية التشغيل تتضمن قرارات تخطيط العملية الإنتاجية فيما يتعلق بمستويات الإنتاج ما بين شقتين كده المخرجات على ضوء الطلب المتوقع في الأجل المتوسط والطويل، وكذلك القرارات قصيرة الأجل الخاصة بالجدولة وتوزيع العمل التي تتم بشكل يكاد يكون يومي. أنواع تخطيط الإنتاج، أنواع تخطيط الإنتاج. طيب مفيش مشكلة، أعلي صوتي، في واحدة بتقول الصوت واطي شوية، أعلي صوتي. طيب أنواع تخطيط الإنتاج، يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع أساسية من تخطيط الإنتاج على أساس المدة التخطيطية التي تغطيها الخطة، وهذه الأنواع هي: ألف، تخطيط الإنتاج طويل المدى، يتضمن هذا النوع من التخطيط تحديد مستويات الإنتاج في فترات قادمة تزيد على العام، فقد يكون لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر، ويعرف هذا التخطيط باسم تخطيط الطاقة لأنه يتعلق بتحديد حجم الطاقة اللازمة واختيار مستوى معين منها، ومثال ذلك اختيار حجم معين لمبنى، اختيار حجم معين لمصنع، أو اختيار ماكينة بمستوى طاقة معين. ونظرا لأن هذا القرار يصعب تعديله في الأجل القصير، فإن الشركة لابد أن تتحمل نتائجه لفترة طويلة. باء، تخطيط الإنتاج قصير المدى. باء، تخطيط الإنتاج قصير المدى، وهو يتعلق بالتخطيط التفصيلي لفترات إنتاجية لشهر أو أقل، فقد يكون التخطيط لمدة شهر أو أسبوع أو يوم أو حتى لفترة ساعات ودقائق، ويطلق على هذه العملية الجدولة لأنها تنطوي على جدولة استخدام إمكانيات إنتاجية لإنتاج أكثر من طلبية أو أمر إنتاجي في نفس الفترة الإنتاجية، وسوف نتعرض لهذا النوع من التخطيط في حلقات قادمة. جيم، تخطيط الإنتاج متوسط المدى، وهو يتعلق بتخطيط الإنتاج لمدة عام مع تفصيل لكل شهر، وليس من الضروري أن تبدأ الخطة في أول العام وتنتهي في آخره، ولكنها يمكن أن تبدأ في الشهر الثاني مثلا من العام الأول وتنتهي في الشهر الأول من العام الثاني، وبانتهاء كل شهر يتم إسقاط الشهر المنقضي وإضافة شهر في آخر الخطة، وبذلك يكون لدى الوحدة الإنتاجية خطة تغطي 12 شهر من الآن بشكل مستمر، وتعرف هذه العملية بالتجديد للخطة في نهاية كل شهر على ضوء ما تحقق من أرقام حقيقية ما بين شرطتين وليست مقدرة لكل من الإنتاج والطلب. بل عادة ما يتم أيضا تجديد الطلب المقدر لجميع الفترات المقبلة في الخطة، وهكذا فإن عملية تخطيط الإنتاج عملية مستمرة وليست قرارا يتم اتخاذه مرة واحدة في العام وتلزم به الوحدة الإنتاجية كما قد يتبادر إلى الذهن. ده حضراتكم المطلوب في هذه الحلقة النظرية. هل حد عنده أي مشكلة في الحلقة رقم 22؟ حد ليه أي سؤال أو أي استفسار؟ ده
تمام، كلام نظري بسيط ما فيهوش مشاكل. تمام، نروح بقى حضراتكم ناخد حلقه كمان طالما ان احنا قدامنا وقت، احنا لسه متبقي وقت قدامنا 20 دقيقه صح؟ متبقي قدامنا 20 دقيقه ناخد حلقه كمان خاصه ان هي نظري. ناخد حلقه كمان خاصه ان هي نظري كمان. ليا اخت سوسن، يا اخت الاخت سوسن، حاضر حاضر. الاخت سوسن بتقول هو ايه تخطيط الانتاج او زي ايه تخطيط الانتاج قصير المدى؟ بنقول تخطيط الانتاج قصير المدى ده بيكون تخطيط تفصيلي لفترات انتاجيه لشهر او اقل. يعني حضرتك من شهر او دون الشهر، بمعنى اقل من الشهر، هذا تخطيط الانتاج قصير المدى. اكيد طبعا كل الشركات بتعمله، كل الشركات بتعمله، يعني ممكن يعملوا تخطيط انتاج على مستوى اليوم، ممكن يعملوا تخطيط انتاج على مستوى الساعه، ممكن يعملوا تخطيط انتاج على مستوى الاسبوع. طالما هو في حدود الشهر لم لا مثال، ما كل الشركات، ما هو انا ما اقدرش، كل الشركات بتعمل الثلاث انواع يا جماعه، يعني سابق وارامكو والمراعي كلهم بيخططوا طويل المدى ومتوسط المدى وقصير المدى. مثال كلهم، كلهم زي كده. حضرتك برضو انت لما بتخططي لحياتك، لما بتخططي لحياتك، مش انت عندك رؤية طويلة الأجل لحياتك ورؤية متوسطة الأجل ورؤية قصيرة الأجل؟ يعني حضرتك احنا مثلا احنا على مستوى البيوت، مثلا على مستوى البيوت كل واحد يفكر كيف ينفق دخله الشهري صح؟ يعني بيجي 10,000 ريال، بيجي 5,000 ريال، بيجي 20,000 ريال، كلنا بنفكر هو الشهر هنعديه ازاي؟ قسط العربية، قسط الشقة، مدارس الولاد، على مستوى الشهر صح ولا مش صح؟ على مستوى الشهر، ونقعد نعمل كده ميزانية على مستوى الشهر بالنفقات المتوقعة على مستوى الشهر، ده يعتبر تخطيط قصير الأجل. فمثال كل الشركات بتعمل، كل الشركات بتعمل الثلاث أنواع، كل الشركات بتعمل. تمام 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 صح صح حضرتك، ان احنا بنفكر هنجهز اكل ايه النهارده، هنجهز اكل ايه بكره كده، يعني الويك اند هنروح فين، ده كله قصير الاجل. تمام تمام يا فاطمه تمام. باقي يعني بافتراض ان اللقاء ده انتهى، بقى لنا 4 لقاءات، يعني بقى لنا اسبوعين. بافتراض ان هذا اللقاء انتهى، ارجعي يا اختي الفاضله لنماذج الاختبارات السابقه. بافتراض ان هذا اللقاء انتهى، باقي لنا 4 لقاءات. تمام تمام يا اخت هناء. التخطيط الذي يتعلق بتحديد حجم الطاقه هو قصير ام طويل او متوسط الاجل؟ طبعا تخطيط الطاقه هو طويل الاجل. حاضر يا شهد، حاضر حاضر. يعني ما اردش يا شهد على زمايلك، لازم ارد، ارد واكمل، واللي انت عاوزينه كله هنعمله ان شاء الله، ما تقلقوش. حاضر. تخطيط الطاقة تخطيط طويل المدى. ارجعوا يا جماعة لنماذج الاختبارات السابقة، والله هتلاقوا الكثير من الأسئلة على كل حلقة. طيب خلينا بس لا مفيش مراجعة، اللي احنا بنعمله طول الفصل ده أصلا هو مراجعة. اللي بنعمله طول الفصل ده هو مراجعة. يلا يا جماعة، يلا بس نكمل عشان الناس ما يزعلوش مننا، رغم إن احنا بنرد على زمايلهم. يلا نكمل. ماشي؟ تعالوا نكمل بقى، بنروح في إيه؟ الحلقة 23 اللي هي بعنوان تخطيط الإنتاج. الإطار العام لعملية تخطيط الإنتاج. الإطار العام لعملية تخطيط الإنتاج. تمام يا شيخ، تمام، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. الإطار العام لعملية تخطيط الإنتاج. خلي بالكوا هنلاقي فيها ثلاث دواير عن كده، ثلاث دواير. أقصى اليمين المدخلات، وتشتمل على الطلب المتوقع، القيمة المبدئية لمستويات الإنتاج والعمالة والمخزون، تكاليف مواجهة التذبذب في مستوى الطلب. يبقى أقصى اليمين دايرة المدخلات، وتشتمل الطلب المتوقع، القيم المبدئية لمستويات الإنتاج والعمالة والمخزون، تكاليف مواجهة التذبذب في مستوى الطلب. وطالع منها سهم إلى الدايرة الوسطى اللي هي العملية التحويلية. الدائرة الوسطى اللي هي العملية التحويلية، وهي عملية تخطيط الإنتاج. عملية تخطيط الإيه؟ عملية تخطيط الإنتاج.
ثم طالع من العملية التحويلية سهم للدائرة الأخيرة اللي هي أقصى اليسار اللي هي المخرجات. المخرجات اللي هي الأوتبوتس، وتشتمل على الخطة الإجمالية للإنتاج والعمالة والمخزون وتكلفة تنفيذ خطة الإنتاج. طيب تعالوا بقى حضراتكم لما هنشرح بالتفصيل بقى هنشرح المدخلات. ألف المدخلات هي مجموعة البيانات الأساسية الواجب توفرها حتى يتسنى استخدام أي من أساليب تخطيط الإنتاج، ويكون تقسيم المدخلات إلى ثلاثة أنواع هي: واحد، أرقام الطلب الإجمالي المتوقع. طالما أن الهدف من العملية الإنتاجية هو مواجهة الطلب المتوقع بطريقة اقتصادية في حدود الطاقة المتاحة، فإن التقديرات الإجمالية للطلب بكل فترة زمنية خلال مدة الخطة ما بين شرطتين كده عادة سنة يجب توفرها بشكل دقيق، ويجب أن يكون واضحا أن ذلك لا يعني تلقائيا أن يكون مستوى الإنتاج المخطط لكل فترة مساويا للطلب خلالها، فقد يكون هذا الرقم أعلى أو أقل حسب ظروف الطاقة وبغرض تقليل التكاليف لمدة الخطة ككل. 2. القيم المبدئية لمستويات الإنتاج والعمالة والمخزون. القيم المبدئية لمستويات الإنتاج والعمالة والمخزون. النوع الثاني من البيانات الذي يحكم إلى حد كبير الخطة الإنتاجية هو البيانات الخاصة بالوضع الحالي لمستوى التشغيل، ويقصد بذلك مستوى الإنتاج، حجم المخزون، وحجم العمالة في نهاية الفترة السابقة مباشرة على فترة التخطيط. وبعد كده هنيجي لرقم 3، تكاليف مواجهة التذبذب في مستوى الطلب. النوع الثالث من البيانات الواجب جمعه هو البيانات الخاصة بالتكاليف المترتبة على اختيار استراتيجية معينة لمواجهة الطلب المتذبذب. وكما ذكرنا سابقا يمكن مواجهة الطلب المتقلب إما عن طريق إنتاج ما يعادل الطلب، وفي هذه الحالة سوف يتم تغيير مستوى العمالة مع تغيير مستوى الإنتاج، أو عن طريق تغيير مستوى المخزون مع ثبات رقم الإنتاج، أو عن طريق التشغيل لوقت إضافي، أو عن طريق الاعتماد على إنتاج جهات أخرى. وعلى ذلك يمكن تحديد أنواع بيانات التكاليف اللازمة والواجب أخذها في الحسبان عند اختيار البديل الأنسب على النحو التالي: أول حاجة، تكاليف تغيير عدد الأفراد العاملين. تكاليف تغيير عدد الأفراد العاملين، وهي إما تكاليف التعيين بما تنطوي عليه من تكاليف الاختيار والمقابلة والتدريب، أو تكاليف تخفيض العدد وهي تكاليف الفصل بما تتضمن من تعويض مادي أو مساءلة قانونية. اللي بعدها، تكاليف تغيير درجة تشغيل العاملين. تكاليف تغيير درجة تشغيل العاملين، وهي إما تكاليف الأجر الإضافي في حالة تشغيل العاملين ورديات إضافية، والتي غالبا ما تكون أعلى من تكاليف تشغيل الوقت الأصلي، أو تكاليف الأجر الذي يدفع للعاملين وهم يعملون أقل من وقت العمل العادي، وهذه الأخيرة بمثابة وقت عطل تتحمله الشركة. وبعدين اللي بعدها، تكاليف تغيير مستوى المخزون. تكاليف تغيير مستوى المخزون، وهي تتضمن تكاليف التخزين في حالة إنتاج أعلى من مستوى الطلب ما بين شرطتين كده تراكم المخزون، واستخدام المخزون عند الحاجة إليه، وأيضا تكاليف عدم توافر عدد كافي من الوحدات، وذلك في حالة عدم وجود مخزون كافٍ لمواجهة الطلب، وهذه الأخيرة تمثل تكلفة احتمال خسارة المستهلك والغرامة التي تترتب على عدم إمكانية الوفاء بالطلبيات المتفق عليها. واللي بعدها، تكاليف الاعتماد على الغير لإنتاج ما يزيد على الطاقة المتاحة، وهي سعر شراء الوحدة المنتجة لدى الغير التي يعتمد عليها لمواجهة الطلب الزائد. لمواجهة الطلب الزائد. جاء خلي بالكم يا جماعة المطلوب من هذه الحلقة. حد عنده أي مشكلة في؟ طب يا ده أنا تعبت من كلام، ارجعوا لنماذج الاختبارات السابقة. يعني الأخت بتقول لي اعمل لنا أسئلة عليها، ارجعوا لنماذج الاختبارات السابقة وانتوا تعرفوا نماذج الأسئلة المختلفة. ما قلناش إن احنا هنجيبها يعني نصا، ولكن نفس المنهجية. نفس طيب بس خلينا بس قبل ما انسى، لو سمحت بس خلينا بس قبل ما انسى، طبعا حضراتكم لو انتوا رجعتوا لبداية هذا اللقاء، لبداية المحاضرة دي اللي هي 23 اللي هو الإطار العام لتخطيط لعملية تخطيط الإنتاج،
هتلاقوا فيه 3 دوائر، المدخلات وفيها تفاصيل، العملية التحويلية وفيها تفاصيل بسيطة، والمخرجات وفيها تفاصيل، صح ولا مش صح؟ لكن ما تم شرحه بالتفصيل هو المدخلات. ما تم شرحه بالتفصيل هو المدخلات، لكن ممكن برضو أسألك في عناصر المخرجات، وممكن برضو أسألك في العملية التحويلية من الرسم. هتسألني عليهم منين؟ العنصرين اللي ما تشرحوش دول، العنصرين اللي ما تشرحوش اللي هو العملية التحويلية والمخرجات، ممكن أسألكوا عليهم من الرسم. من الرسم، واضحة يا جماعة؟ كل شيء تمام. يعني مثلا ممكن اقول لكم تعتبر تكلفه تنفيذ خطه الانتاج من ضمن نقط تعتبر تكلفه تنفيذ خطه الانتاج من ضمن نقط. ماشي؟ طبعا من ضمن ايه؟ هل مدخلات ولا عمليه تحويليه ولا مخرجات؟ طبعا تكلفه تنفيذ الخطه من ضمن المخرجات. ماشي؟ وهكذا. وهكذا. فخلي بالكم ممكن اسالكم برضو على عناصر الايه؟ تكلفه تنفيذ خطه الانتاج من ضمن المخرجات. تكلفه تنفيذ خطه الانتاج من ضمن المخرجات. طيب تمام. خلي بالكم ممكن اسالكم على العناصر اللي موجوده في الرسم. وطبعا من الحاجات اللي اتشرحت ده اكيد، وارجعوا برضو لنماذج الاختبارات السابقه وشوفوا الحال. طيب ماشي، وايه المشكله؟ يعني ممكن حضرتك اقول لك ان حضرتك تتمثل، او ممكن اقول تمثل عمليه تخطيط الانتاج نقطتين فوق بعض، مدخلات عمليه تحويليه مخرجات. ممكن اقول لك تمثل عمليه تخطيط الانتاج، ممكن اقول لك تمثل عمليه تخطيط الانتاج، تمثل عمليه تخطيط الانتاج، هل هي مدخلات ولا عمليه تحويليه ولا مخرجات، وهكذا. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ طيب تمام. ايوه احنا خلصنا خلاص. خلي بالكم يا جماعه، خليكم بس معايا لو سمحت، خلي بالكم لو سمحت. ان شاء الله اللي هي الحلقه رقم 24 هي مثال كمي. الحلقه رقم 24 اللي هي احنا واقفين عندها هي مثال كمي. حلقه رقم 24 هي مثال كمي، مثال كبير وفي تفاصيل كتير. ماشي؟ أرجو إن أنتوا قبل ما تخشوا للقاء الحي القادم اللي هو يوم الأحد إن شاء الله، أرجو إن أنتوا قبل ما تخشوا للقاء الحي القادم تكونوا اطلعتوا على الحلقات التلفزيونية المسجلة، لأن التفاصيل اللي فيه مش هنقدر نشرحها بالكامل في اللقاء الحي. خلي بالكم يا جماعة، رقم 24 سهلة إن شاء الله، كل الأمور سهلة. خلي بالكم رقم 24 ده تمرين كبير في تفاصيل كتير. ماشي؟ رجاء ان انتم تشوفوه في الحلقات التلفزيونيه المسجله قبل ما تخشوا للقاء الحي، لان ده هيوفر والله ما اعرف يا عبود، ما اعرفش والله، ده هيوفر وقت كبير في اللقاء الحي القادم. وكل شيء مبني على اللي قبليه، فلازم نكونوا فاهمينه كويس. باقي حوالي انا كده، اتفضلي يا اخت روز، احنا بقى لنا 6 دقائق و متوسط البسيط والتمهيد الاسسي او واحد منهم. عندي سؤال، تقول السؤال الاول تعطينا المتوسط البسيط والتمهيد او لا؟ الاختبار بيبقى فيه من ده وفيه من ده يا روز. الاختبار بيبقى فيه من المتوسط المتحرك البسيط وفي من التمهيد الاسسي. واضح يا روز؟ طب بس ثواني بس عليا يا جماعه عشان نغلط. السؤال الثاني، في المتوسط المتحرك البسيط اذا جاب لي الطلب، ثواني بس يا جماعه استنوا، جاب لي الطلب الفعلي 4 اعمده. ثواني بس يا جماعه،
وقام باستخدام 4 قطارات في عام 2004 و5 و6 و7، نحطها كلها ونقسم على 4 صح، بس مش 4 أعمدة، 4 قيم قصدك، 4 قيم، وقال لك 4 قطارات نجمعها كلها ونقسم على عدد، صح كده تمام يا روز؟ تمام. لو جاب لك بس 4 قيم وقال لك باستخدام 4 قطارات اجمعيهم من الاربعه واقسمي على العدد، صح تمام. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ انا مش عارف عهود بتسال على ايه، انا مش عارف هي بتسال على ايه. احنا بقى لنا 5 دقايق يا جماعه، لو حد عاوز يسال في اي جزء من اجزاء المحاضره بقى لنا 5 دقايق على محتوى يعني مفردات المحاضره، مش المحتويات، المفردات. ارجعي للمنتدى يا اخت روز، احنا بنقول ملخص استقلال وساره، والحلقه يا اخت عهود، اسف يا اخت عهود، بنقول ملخص استقلال وساره والحلقه 29 من المرئيه، واللي هو الاضافات الثلاثه على الملخص. يبقى هم 3 بنود يا اخت الفاضل، 3 بنود يا عهود، 3 بنود، ملخص استقلال وساره والاضافات الثلاثه على الملخص والحلقه 29 من المرئيه. ده 4 دقائق. شكرا يا عهود، شكرا لك. وإذا كان 5 ناخد الثلاثة. بص حضرتك يا أخت روز، ما تحيريش نفسك، أنا هقول لك باستخدام 3 قطارات مثلا، يعني ما تشغليش بالك بالمعطيات، ما تشغليش بالك بالمعطيات، هي 5 ولا 4 ولا 3، ما تشغليش بالك الأول، دي أول حاجة. أنا عاوزك تشغلي بالك باللي مطلوب، لو 3 قطارات ناخد أحداث 3 ونقسم على 3، لو 4 قطارات ناخد أحداث 4 ونقسم على 4، لو 5 قطارات ناخد احداث 5 ونقسم على 5، ماشي؟ هو ايه المعطى في القانون؟ انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه يا نور. نور بتسال المعطى في القانون، تقصدي في الطريقه الاسيه؟ بقول لك في الطريقه الاسيه او طريقه التمهيد الاسي، ما تشغليش بالك بالفعل هيكون معطى، وما تشغليش بالك بألفا هتكون معطى، اشغلي بالك بي اللي هو المتوقع المعطى، لأن هو ده اللي هيحدد نقطة البداية. على حسب الفترات اللي أنا هطلبها منك يا روز. طب أنا ممكن ما أطلبش أي فترات، أقول لك احسبي الطلب المتوقع للفترة كذا وخلاص، باستخدام طريقة المتوسط الإيه؟ المتحرك المتوسط المتحرك البطيء. طب أنا لو ما حددتش، اجمعي كل الفترات واقسمي على عدد. يبقى ايوه، يبقى انا ممكن احدد تمشي على التحديد، 3 نمشي على 3، 4 نمشي على 4، 5 نمشي على 5. طب لو ما حددناش يبقى الكل هنجمعهم ونقسم على عدد. تمام. البتول بتقول لك كل شيء محدد. لا ملهاش علاقه بالطيبه يا نايف دي، ما انا برضه ممكن اكون طيب وما حددش. ماشي يا نايف، ماشي. الاختبار سهل والله، ما فيهوش اي مشكله. بقى لنا 2 دقيقة اهو. شوف سوسن بتقول لك جربي نفسك في حل الاسئله وانت تفهمي اكتر يا روز. انت جربتي يا سوسن تحلي اختبارات للفصول السابقه؟ شكرا ليكي يا اخت منى. جربتي يا سوسن تحلي نماذج؟ العفو العفو. ايوه شوف الاخت سوسن. طب تجربتك ايه يا سوسن؟ هل في صعوبه يا سوسن؟ لا 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 ابدا. لا والله اسئلتي مش صعبه ولا حاجه. اي واحد مذاكر مذاكره بسيطه هيعرف يحل. طيب. سوسن تجربتك ايه يا سوسن؟ واضحه يا سوسن، واضحه، لان المثل بيقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. فالاخت سوسن حلت نماذج وبتقول ان هي واضحه. تمام. الاخت رنين تمام تمام، ما فيهاش اي مشاكل. سهل. طب الحمد لله.
طب الحمد لله، سهلا الحمد لله. شكرا لكم جميع الإخوة والأخوات، شكرا لكم، وانتهى وقت اللقاء الحي، ونراكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله. نراكم على خير الأسبوع القادم يوم الأحد طبعا، لقائنا القادم يوم الأحد طبعا. شكرا لكم، مع السلامة.